الآن وقرح وتقلل سائقي الشاحنات الذين يأتون بالمواد الغذائية. الشعب السوري قام بقصف طيران روسيا الآن منذ قليل بصاروخين وحادث دور كبيرة وعدة قتلى جرت جراء قصف طيران روسي لهذا المقر، مقر شاحنات مدنية لا يوجد فيه أي عسكري. هنا الآن وقرح وتقلل سائقي الشاحنات الذين يأتون بالمواد الغذائية قام بقصف طيران روسيا الآن منذ قليل بصاروخين.